تم في ظل وجود رئيس قمة البورصة. تمام. فيقوم الشعب تاني مع يعمل ثورة عليه كبيرة ويمشي. ويرجع النظام القديم تاني زي ما هو. فهو كان عايز يدعم احمد شفيق او أحمد حاجه شفيق قال اللي هو يرجع الامن في 24 ساعه وكان يقدر على كده لان ايام الانتخابات اي تمام. انتخابات حصلت بعد الثوره ما كانش بيكون فيها اي انفلات امن يعني الناس لو عايزه تمسك البلطجيه وما يكونش فيه انفلات امن هيحصل من الشرطه والجيش تمام لان الانفلات الامن حصل يوم 28 يناير جمعه الغضب مقصود وحصل بعد كده عشان يحصل فوضى لان الرئيس السابق قال اما انا اما فوضى الفوضى اللي هو عملها في يوم 28 يناير خرج البلطجيه على الشعب هم قاصدين كده الراجل مش هيقدر يعمل حاجه لوحده الاحداث ديت بقى لها سنه ونص الاثنين مع بعض ممكن مفتعل وسوء اداره الاثنين من جميع الجهات الموجوده في البلد المسؤول كل واحد عنده مصلحه معينه وعنده هدف معين ممكن يبقى شايف انه ما يتحققش الا من خلال الفوضى تمام لم يستجد بعد قانون مش هتلاقي الناس اللي واقفه في الشوارع مش هتلاقي الناس اللي في اي مكان تلاقي بلطجيه تلاقي بتاع طب شايف دي هل هي مفتعله ولا سوء اداره؟ لا هو لسه ما تقدرش تقول ان هو بدا يدير يعني هو لسه الراجل مفتعله فعلا وكمان ما جد على الاحداث المفتعله قطع التيار الكهربائي اللي بقى بتداول كل يوم واخد بالك بيقطع في المناطق انا البيت بتاعي امبارح اتقطع عنه الكهرباء 5 مرات الحكايه دي جدت الاسبوع ده من ساعه ما انتشر خبر بان حسن يونس هيخرج من الكهرباء ويجيبوا واحد بداله لان ما زال الحزب الوطني هو اللي مسيطر على جميع مرافق مصر وهو اللي مسيطر على الكهرباء فطبعا حكايه التيار انا بتكلم على قطاع التيار الكهربائي بس حاليا دلوقتي ده الجزء الاول ان الحكايه دي بقت متكرره عشان ان حسن يونس لو طلع يمكن تتلغي من وجهه نظرهم حكايه اللي بياخد مليون كل شهر واللي بياخد 2 مليون كل شهر لا والله سعادتك هو الرئيس كان قال ان هو عنده برنامج وهينزل فيه هيقدر يظبط الناس والطبقه الشعبيه اللي تحت من ساعتها الطبقه الشعبيه ما ظبطتش ولا وعدهم باي حاجه ولا نفذ اي حاجه لحد دلوقتي معاهم بالتالي